نفسك يا شيخ، اصلا كل اقتصاد مستقل، الله اكبر. اصلا مستحصل البندق، وبعد ان تنتهي من الصرف المادي عن نفسك تبني عن غيرك. هذا ويسن انتقاط الحصيات من مختلف، وليس هذا بواجب لكنه يستحب، لان النبي عليه الصلاه والسلام امر من يلتقط له هذه الحصيات من مختلف. إذا لم يفعل فلا إثم عليه ولا حرج عليه أبدا. بارك الله. شيخنا، كم عدد أيام الحج؟ كم عدد أيام الحج؟ يعني أيام معدودات، الحج أيام معدودات. لا، غلط. أيه. أشهر معدودات. أشهر معدودات. معلومات. الحج أشهر معدودات. شوال كاملا وذو القعدة كاملا، واختلف فيه ذي الحجة هل هو كامل أو العشر الأول منه، والأظهر أنه العشر الأول من ذي الحجة، لأنه لا يجوز لك أن تهل بالحج يوم العيد مثلا. يعني بداية يوم التروية لثالث أيام التشريق، ما هل هي الأيام الذي يتلبس بها الحج بالحجيج؟ نعم، ليس هذا يكون من بداية أيام التروية المتمتع، يبدأ من يوم التروية لذنب الحج إلى أن يقضي حجه، لكن إذا كنت مفردا فمن يوم أن تهل إلى أن تتحلل التحلل الأصغر وأنت حاج أو قارنة. لا. سمعت يا شيخنا، بالنسبة للحصى يا شيخنا، لابد أنها تصيب الشخص وتقع في الحوض، في الحوض. طيب، إن لم يجد حصايات يا شيخنا، يعني خشب ولا كذا. جزاك الله خيرا يا شيخنا. لو سمحت شيخنا، سألت سؤالا قبل ذلك عشان يستفيد الناس، يعني سألت حضرتك قبل كده، من نوى النسك من الميقات ولبى بالنسك ولكنه لم يلبس ثياب الإحرام، ماذا ما عليه؟ مر على الميقات ولم ينزع المخيط، وأهل من المخيط، عليه أحد أمور الثلاثة على التخييم: إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام على التخييم. شيخنا جزاك الله خير. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، تأخير طواف الإفاضة وطواف مع طواف الوداع. طواف الإفاضة مع الوداع، ولكن أجرك أقل من الذي يطوف الطوافين. جزاك الله خيرا شيخنا. السؤال الأخير معلش. السؤال من ترك يوم التروية. معدودة وينتهي هذا اليوم العظيم يوم عرفة. السؤال الثالث يا شيخنا بعد إذنك. أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله، هذا ذكره والحديث بهذا اللفظ في سنده ضعف. من أفضل الذكر لا إله إلا الله. السؤال الأخير يا شيخنا معلش، ترك السعي بين الصفا والمروة في سعي الحج، يعني أنهى عمرته كان متمتعا وأنهى عمرته ثم ترك السعي في سعي الحج. ترك سعي الحج عند فريق من أهل العلم الذين يعتبرون أن السعي ركن من الأركان، حج لم يتم ويلزم بأن يأتي يسعى. لكن مسألة السعي هل هو واجب يجبر بدم أو ركن، الخلاف قائم فيها، فيحتاط لدينه ولنفسه ويأتي يسعى حتى لو سافر. السلام عليكم يا شيخنا. تكرار المحظور نفسه يا شيخنا. نعم. إن فعل المحظور محظور واحد أكثر من مرة، هل عليه شيء؟ يعني لكل مرة عليه الفدية؟ نفس اللي ما تقول. يعني لبس المخيط يا شيخنا وبعد كده أفدى. لبس المخيط للضرورات الشرطة ونحو ذلك كفارة واحدة، ورجع مرة أخرى لبسه، هل يعني يفدي مرتين أو هي مرة كفاية؟ الله أعلم. إطعام ست مساكين، ها يسأل هل يجوز في مصر ولا لابد من كفارات الحج تكون هنا؟
رأي جمهور العلماء أن إطعام المساكين يكون هنا، وأي هدي وأي دم جبران يكون هنا. استدل بعضهم بحديث الرسول عليه السلام: كل فجاج مكة ومنها طريق ومنحر. نصيحتك يا شيخنا في هذا الوقت المبارك الدعاء يعني. الدعاء والاجتهاد في الدعاء. اليوم الشمس توشك أن تتورى بالحجاب، نسأل الله أن يعيننا. كلمة للمسلمين أجمعين في هذا اليوم المبارك الذي من الله به على الحجاج. الآن وقت دعاء في فقه اسمه فقه المناسبات. في دقيقة أنصح الجميع بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وسنة رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.